مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات إلا وضع آلية لتسعير الخبز الحر على أن يتم تطبيقها لمدة 3 أشهر، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم، وكذلك أيضا في تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وتنفيذا أيضا لتوجيهات الرئيس بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 من خلال حافز إضافي. وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيه ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد شاملة الحافز الاستثنائي ليصبح 865 جنيه للأرداب بدرجة نظافة 22 قيراط ونصف، و 875 جنيه للأرداب بدرجة نظافة 23 قيراط، و 885 جنيه للأرداب بدرجة نظافة 23 قيراط ونصف.